يسألوننا كيف الحال؟ لا حال هنا في سوريا، إننا نعيش في ظرف مبني للمجهول، والأزمة السورية مضارع مستمر. كل يوم معركة جديدة تنقسم فيها الأفعال ما بين الماضي الناقص والحاضر المرهق. لا أحد يدري عن أحد، كل منا مشغول بنفسه، فطوابير الخبز والبنزين والسكر والغاز تأخذ نصف يومنا، أما نصفه الآخر عمل طويل لنجني ما لا يكفي 3 أيام. فالواقع السيء فعل متعدي. حلقة جديدة من كل مكان، والبداية بالعناوين. GTA لعبة أدواتها أرض الواقع في سوريا. كيلو اللحمة يتفوق على راتب الموظف. لدغة نضال الأحمقية تنتج سماً وصل أثره إلى دمشق. أطفال سوريا نجوا من الحرب ولم ينجوا من النبش والتسول. النظارات الشمسية ممنوعة والرفاهية المتهم الأول. صيدليات الفيسبوك سوق جديد لتهريب الدواء. بعد أن اعتمدت نتفليكس وديزني اللهجة السورية، تظن الصحفية الصفراء نضال الأحمدية أنها ستهزم حضارات توالت 15,000 عام بالشوكولامو، وأن عقدا من الزمن كان كفيلا بإلغاء البونجور والبونسوار، وأننا إثر العقوبات والحصار لا نأكل الشوكولامو ولا التيراميسو ولا البان بيردو. تناست نضال الأحمدية أن عائلة غراوي بدأت بصناعة الشوكولا عام 1805، أي قبل تأسيس لبنان الشقيقة، وأن عائلة بكداش بدأت تصنع البوظة عام 1885 قبل تأسيس دولة لبنان ب46 سنة، وأننا قبل البونجور والسافا والباردو علمنا العالم الأبجدية الأولى من الحرف الأوغيريتي السوري، وأن من طرد البونجور من هذه الأرض هو سلطان باشا الأطرش وصالح العلي وإبراهيم هنانو، وأن أقدم نوتة موسيقية قامت على هذه الأرض قبل أن تغني أيقونة الغناء العربي السيدة فيروز للبنان أو شآم أنت المجد لم يغبي. غاب عن ذهني الصفراء أن الشوكولامو صارت خارج المينو أصلاً. ما فيك تغطي الشمس بالغربال يا مدام كريم شانتي. لن تستطيعي مسح ما قاله أحمد شوقي ونزار قباني وجبران خليل جبران ومحمود درويش ومحمد الماغوط والمتنبي وسليمان العيسى. أسكتي صوتك النشاز، هل ظننت أن ظلام فكرك سيمحو تاريخنا؟ نحن نفخر بثقافتنا وما صنعت أيدينا أكثر بكثير من ثقافة دخيلة علينا. نفخر بصناعتنا الوطنية وحرفنا اليدوية وأصالتنا أكثر من فخنا بالماركات والبراندات المستوردة. ولا نستنقص من اللغة العربية، ولا نعتز بشوية كريمة وشوكولا أكثر من لغتنا الفصحى. نحن متجذرون في أعماق أرضنا منذ فجر التاريخ، وأنت خائفة من التغيير الديموغرافي بين أرضين توأمين، وين؟ بالفتوش والتبولة والمحمرة؟ أيتها الصفراء، حتى أنعش ذاكرتك التي أصابها الزهايمر، لبنان انشقت من خاصرة سوريا. لبنان وبيروت التي نعشق ونحب هي مرآة دمشق، وبلادك الكبرى يسمونها بلاد الشام وليس بلاد الشوكولامو. وقبل أن تسمى بيروت باريس الشرق، قيل في أم الحضارات لكل إنسان في العالم وطنان، وطنه الأم وسوريا. ورح ينضم لي عبر الهاتف الأستاذ المحامي رامي الخير. مساء الخير أستاذ رامي. مساكم ورد ويسعد أوقاتكم جميعا. يسعد أوقاتك أستاذ رامي. أنت كنت من الأوائل يلي فورا
نزلوا بوست انه هنن بدهم يوجهوا دعوه قضائيه ضد هالتصريحات العنصريه من المدعوه نضال الاحمديه. تحكي لي لو سمحت شو صار معك؟ يعطيكم العافية وشكرا كثير انكم سلطتوا الضوء على هالمسألة. بالبداية انا بالإضافة اني محامي منتسب لنقابة المحامين سوريا، انا مواطن ومواطن تضرر من هالتصريحات، وعلما هي مش اول مرة السيدة نضال تصرح هيك تصريحات، هي اكثر من 5 مرات على نفس الوتيرة. فقررت قاضيها وشفت انه ينطبق على تصريحاتها خليني اقول جرمي القدح والتحقير، وبما انه القدح والتحقير تم بشكل علني فالعقاب هون مشدد. من خلال دراستي لملف القضيه اكتشفت انه القضاء السوري هو المختص حيال السيدة نضال ولو هي أجنبية، باعتبار أنه النتيجة الجرمية بأحد أوجهها حصل داخل سوريا، وبالفعل نظمت معروض وهذا المعروض توجهت به إلى إدارة الأمن الجنائي قسم الجريمة الإلكترونية، وضمن إجراءات قانونية متلاحقة أنا عم ساويها. بنفس الوقت بدي ألفت نظركم لاتفاقية دولية اسمها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، بموجبها فينا من خلال سوريا نطلب من الجمهورية اللبنانية باعتبارها دولة شقيقة أنه تنفذ بالنيابة عنا بعض الإجراءات القضائية الخاصة بملف السيدة نضال أحمدية. نعم، معناتها أستاذ رامي نحن منقدر مثل ما فهمت منك نطلب من القضاء اللبناني ينفذ العقوبة اللي بأصدرها القضاء السوري. لا، ينفذ الإجراءات القضائية، العقوبة أمر مختلف تماماً، بتحكمه ضوابط قد لا تنطبق على هذه القضية، لكن بالإجراءات القضائية فينا لبنان تطلب مننا ننفذ إجراءات وفينا نطلب من لبنان ننفذ إجراءات. نعم، طيب أستاذ رامي يعني خلينا بالجانب السوري، حضرتك الدعوة اللي أنت رفعتها شو ممكن تكون عقوبتها ضد المدعوة نضال الأحمدية؟ عدة أشهر سجن بالإضافة للغرامة المالية والتعويض وتعهد بعدم التعرض للسوريين مرة أخرى. نعم، أما بالنسبة أستاذ رامي القنوات اللي عم يستضيفوا إن كان نضال ولا غيرها تحت اسم أنه مقابلة وسؤال عفوي عم يكون وحرية صحافة، ولكن عم يكون يعني بالعمق عم يستهدفوا السوريين، عم يستهدفوا مثل ما عم نشوف نحن كرامة السوريين. هذول القنوات كمان غير نضال أحمدية شو ممكن تكون عقوبتهم؟ حلو كثير. حاول العديد من الناس يقولوا انه هذا الشيء حريه راي وتعبير، نحن عندنا سواء بالقوانين المحليه، القوانين الدوليه، قوانين الدول الاجنبيه، حريه التعبير صحيح مصانه لكن محكومه بضوابط ويجب عدم الخروج عن هذه الضوابط. من الضوابط الا تكون هذه الحريه وراها إساءة أو تعليقات عنصرية، فخرج الأمر عن نطاق الحرية التعبير وخرج الأمر عن نطاق البروتوكولات الإعلامية. فبنفس الوقت فينا نقاضي المؤسسات الإعلامية ولو نحن يعني عم يحكوا إنه حرية التعبير وما إلى هنالك، لكن فينا نقاضيهم من حيث المبدأ. نعم، بدي أشكرك أستاذ رامي الخير، يعطيك ألف عافية، شكرا كثير لك، وأنت مثال للسوري اللي بغار على كرامته وبغار على كل السوريين. شكرا كثير لك يا أستاذ. شكرا جزيلا، شكرا لكم جزيلا، بالتوفيق لك أستاذ رامي. سلام. نحن هلأ سمعنا وشفنا شو عمل الأستاذ رامي بمجاله، خلينا نشوف نحن لما نزلنا على الشارع كيف كان رد الناس يلي التقينا فيهم على تصريحات نضال الأحمدية. نضال أحمدية؟ هذا شاب مو شاب، نضال أحمدية، بعرفها شاب أنا، بدفع فوقي وتحتي لتنزل على سوريا، ليش تنزل على سوريا؟ أنا سوري، بطلع بنص بيتها إذا بدك نص بلدها، وين ما بدها، مع احترام للشعب اللبناني، شعب راقي، ما في منه، أنا بحبهم للشعب اللبناني، بس هي ما بعتبرها لبنانية، لا 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 أبداً أبداً، هي إنسانة عم طعمي طائفية، عملت حساسية بدون ما تشعر بيننا وبين اللبنانية، بس ما زبطت معها، هي إنسانة وحدة عفواً، بيطلع كلامي إذا ولا بتعمل له تشفي؟ لا كله هيطلع. حقيرة. معناتها ما حلو الحكي اللي حكته، يعني نحن من يومنا نحن ولبنان يعني شخص واحد، يعني ما في داعي هالتمييز هذا كله، ليش يعني عم تميز هي بيناتنا؟ هلا لنحكي سيريوسلي، مو اذا الواحد ما بيعرف مصطلح بلغه معينه فهو شخص غير مثقف، لانه انا الشوكولا مو تعرفت عليه هون بالشام سنة 96، بس نحن عندنا محل ما انا عايشه بنقلها تشوكليت موس، فإذا ما قلت شوكولا مو يعني أنا وحدة ما بفهم، فهي ما دخل، لأنه نحن كشعوب نحن مختلفين،
فكريا، ثقافيا، بالعادات والتقاليد. فإذا شخص ما عرف مثل الشخص الثاني مو بيعني إنه هذا الشخص فهمان وهذا الشخص جاهل. ما تحكي شغلات ما بتخصها. هيك ناس ما بنرد عليها أساسا، يعني ما بعطيها أهمية أبدا. أي يعني تفاهة، إنسانة تافهة وبس. لا تحكي بالسوريين معنا بنوبي، لا تيجي لعنا. أغلبنا بيعرف لعبة الجي تي اي ومجرب إنه يلعبها، ولكن شي مرة مجرب تلعبها بالحقيقة؟ يعني هيك تمشي بالشارع وتضرب ناس وتكسر سيارات وتسرق مصاري وموبايلات؟ شاب اسمه طالب ساكن بالمزة 86 كان عم يلعب جي تي اي على الكمبيوتر، تحمس الظاهر وقرر فجأة إنه يطبق هاللعبة على أرض الواقع. طلع على البرندة وبلش أول شي زد جرات غاز وبلوك على الناس اللي بالشارع، بعدين بس خلصت ذخيرته نزل لتحت وقطع الطريق على الناس وهو حامل أدوات حادة، وصار يكسر سيارات ويشلح الناس مصاري وموبايلات لحتى يوصل آخر شيء قسم شرطة المزة ويلقي القبض على طالب. السؤال الغريب الأول يلي إجا على بال كل مين سمع بهالقصة أنه أنت يا طالب من وين لك جرات الغاز حتى وصل فيك البطر أنك ترميهن من البرندة علينا؟ طيب دلنا على الطريقة اللي عم تجيب فيها جرات من نفس المصدر يعني لحتى كمان نحن نجيب مثلك. أما السؤال الثاني الأهم أنه نفس الشاب اللي اسمه طالب ومن سنة تماماً عامل نفس الشيء، طالع يعني على البرندة ورامي جرات غاز ومكسر سيارات وضارب ناس وكمان إجت الشرطة ومسكوه، طيب ليش تركتوه يطلع؟ يعني هيك شخص مبين أنه هو مانو طبيعي وأنه هو عم يشكل خطر على كل يلي حواليه. معقول كل سنة الناس اللي مارقة بالطريق تتفاجأ أنه في جرات غاز عم تنزل فوق راسها؟ منتمنى هالمرة يكون العقاب قاسي ومناسب وأنه يتم تحويله لطالب لشي مركز مختص يعالج هالحالة اللي هو عم بيعاني منها. قدم امتحان مادة العربي وما توفق بالامتحان فقرر انه ينهي حياته. عم احكي عن طالب البكالوريا محمد سبيريش اللي فاتوا اهله على غرفته شافوه معلق بقطعة قماش ملفوفة على رقبته عند الباب. شو هالضغط النفسي الهائل اللي كان عليه لحتى عمل بحاله هيك؟ وعمين الحق؟ يعني احنا اليوم عمين ممكن نوجه اصبع الاتهام؟ هل منوجهها على الاهل يلي من وقت ما بيفوت الطالب على البكالوريا بيعيشوه برعب وخوف؟ إذا ما جمع الطب يا ويلك، إذا جمع ابن عمك أكثر منك يا ويلك، انتبه كل العيلة والجيران ناطرة أنه تشمت فينا. آخر شيء بيفوت الطالب على الامتحان عم يرجف، ولكن عم يرجف من أهله، وتخيلوا إذا ما قدم منيح ممكن يفكر أنه ينهي حياته، أو ممكن من كثر التوتر هو قاعد ببيته أو هو قاعد على مقعد الامتحان يروح فيه الولد. أم منوجه أصابع الاتهام على النظام التعليمي يلي لهلأ ما عم يتطور، وعامين البكالوريا عبارة عن وحش وبعبع؟ ليك يا طالب، أنت عندك امتحان بكتاب كامل، هذا الامتحان هو بيقرر مصيرك. كنت مريض، كنت متلبك، كنت مارر بظرف عائلي نحن ما خصنا، بدك تعمل امتحان بكتاب كامل ورح نحط لك أسئلة رح نتفنن كيف رح نعذبك فيها، رح نضيع عليك وعلى أهلك تعب 12 سنة من حياتك، لا تخاف. يعني كل شيء أنتوا درستوه من صف الأول لهلأ رح نختصره بامتحان ساعتين. عم احكي هالشي أنا من أهر لأنه تخيلوا لليوم وفي مثلي كتير منحلم أنه عنا امتحان بكالوريا ومنفيق مرعوبين. يعني أنا اللي مخلص بكالوريا من 10 سنين لهلأ عم يجيني هذا المنام، معناها قديش كان عامل لي عقدة نفسية بحياتي هذا الامتحان. منتمنى يلتقى حل لهالموضوع إن كان من النظام التعليمي أو إن كان من الأهل يلي كلهم بدهم أولادهم يصيروا دكاترة ومهندسين. تركوا أولادكم هنن يختاروا، لأن الوقت هو يختار، فتأكدوا أنه الولد هو اللي رح يبدع. فكم دكتور فتح عيادة وفشل، وكم موسيقي وصل اليوم
للعالمية. خلونا نحن اللي نختار. وكونه عم نحكي عن موضوع الامتحانات، صرحت وزارة التربية أنه بعد 4 أيام فقط من بدء الامتحان تم ضبط 594 حالة غش. معظم هاي الحالات كانت بمادة العربي. حالات الغش كانوا عبارة عن 182 عن طريق الموبايل، 174 قصاصات ورقية، 30 حالة عم يستخدموا كانوا المصغرات، وفي 3 حالات انتحال شخصية. هذا تبع انتحال الشخصية قديه بقى قلبه قوي لحتى عم يروح ويقدم امتحان باسم غيره. منين جايب قوة القلب يا زلمة؟ المهم تم كف عدد من العاملين بالمراكز الامتحانية وإحالتهم للمحكمة، حتى أنه السيد وزير التربية وجه للتحقيق بتجاوزات عم تصير بالمراكز الامتحانية بمحافظة اللاذقية وبالتحديد ضمن مركز ثانوية الشهيد معن خدام. شو يا طلابنا؟ شو القصة؟ من شوي كنا عم ندافع عنكم، يعني هالسنة مشكورين وزارة التربية ما قطعت الانترنت والاتصالات وعولت على الوعي عند الطلاب. شو هالوعي؟ كنا نسمع عن طالب انه هالطالب عم يركب سماعة بإذنه لحتى يتنقل، كنا نفكر انه هي كانت اعلى مراحل الغش، بس انه شخص يفوت بدالك يقدم عنك امتحان والله جديدة. اما بالنسبة للمراكز الامتحانية باللاذقية فهي مو اول مرة بنسمع عن حالات غش عم تصير فيها، حتى انه طلع الصيت عليهم صدقا، يعني عم يقولوا لك برا انه اذا بدك تنجح وتجمع علامات طوب روح قدم باللاذقية. لحتى نحكي عن هالموضوع رح ينضم لي عبر الهاتف الأستاذ محمد صفية، رئيس دائرة الامتحانات في دمشق. أستاذ محمد يعطيك العافية. يا أهلاً، معافاكم الله، مساء الخير لكم ولجميع الأخوة المستمعين والطلاب الأعزاء. أهلاً فيك يا أستاذ. أول شيء يعطيكم العافية، عم نشوف الجهود المبذولة لحتى يكون في يعني سير يعني العملية الامتحانية بشكل مضبوط، يعطيكم ألف عافية. يا هلا، عافاكم الله، الله يعافي قلبك. استاذ محمد، عم نحكي عن حالات الغش اللي عم يتم ضبطها. الارقام كانت كثير كبيره، يعني فقط بماده العربي كان تقريب 600 حاله غش. استاذ محمد، يعني سنه عن سنه عم يزيد الغش، عم يزيد تطور الغش، يعني كنا نشوف طالب عم يحط سماعه، صنيع عم نشوف طالب عم يفوت محله واحد ثاني يقدم عنه. تحكي لي انت لو سمحت كونك رئيس دائرة الامتحانات في دمشق، كيف عم يتم ضبط أو مكافحة هاي الحالات؟ يسعد مساكم مرة ثانية. حقيقة يعني وزارة التربية مستنفرة وبكافة أجهزتها وبكافة عناصرها من أجل أن تكون امتحاناتنا في أراضي سوريا الحبيبة نزيهة وتحقق النزاهة والقياس الدقيق للمستوى الطلاب. لكن يعني أغلب هذه الحالات هي في المراكز الأحرار و يتم ضبط هذه الحالات. الحالات المنتشرة هي استخدام الجوال حقيقة بكثرة. هذا الجوال اللي احنا ما فتئت وزارة التربية تنبه وتعمم بكتبها وبتعليماتها على منع دخول الجوال إلى المراكز الامتحانية، سواء كان من قبل الطالب أو من قبل أي من العاملين في المركز الامتحاني. هذه المخالفات يتم ضبطها ويتم تحرير الضبط اللازم بحق المخالفين. وبالمناسبة وزارة التربية تشددت في موضوع الجوال لهذا العام، يعني الجوال عقوبته هذا العام حرمان دورتين امتحانيتين متتاليتين لعامين متتاليين، وفي حال كان الجوال متصلا مع جهة أخرى يتم تحويل الموضوع وتحويل هذا الضبط إلى القضاء المختص. يعني ما نكتفي أنه نعتبر الطالب والله ارتكب مخالفة نعطيه صفر أو من رسبه وانتهى الأمر، لا، الآن ستعتبر هذه المخالفة بالذات يعني تفشي أو مساعدة الطلاب على الغش في الامتحان، هذه تعتبر جريمة. نعم. وسيتولى القضاء محاسبة أولئك الأشخاص الذين يشوهون ويلوثون سمعة الشهادة السورية التي نحن نعتز إلى الآن حقيقة بسمعتها على مستوى العالم. نعم أستاذ محمد، فأريد نعم لو بدي أقاطعك لو سمحت أستاذ محمد، هاي السنة عم نشوف يعني مختلفة عن السنوات السابقة، عم نشوف وزارة التربية ما اعتمدت أنه تقطع الإنترنت أو تقطع الاتصالات، شو هو السبب؟ والله يعني قطع الاتصال على كامل سوريا يعني يعتبر خلل ويعتبر أمر غير صحي،
يجب معالجة الخلل بمحاسبة المخالفين وبمحاسبة المخطرين واتخاذ الإجراءات الرادعة، سواء كان الطالب، وهنا يعني أؤكد مرة أخرى على أن معظم الشريحة التي تقوم بهذه الحالات أو المخالفات هم من الطلبة الأحرار كبار في السن، أو سواء كان المخالف هو من عناصر أو من موظفين القائمين في العمل في المراكز الامتحانية أو من خارج المراكز الامتحانية ممن يقومون ب يعني شبكات واتصال بالطالب داخل القاعة وإيصال المعلومات إليه عن طريق السماعات أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة والمتنوعة. التشتت في معاقبة هؤلاء إذا كان إذا ثبت أن التقصير من أحد العاملين في المركز الامتحاني أو من موظفي الوزارة، فالوزارة لن تتوانى وقد اتخذت إجراءات منذ يعني أثناء سير الامتحان. تم كف يد بعض من العاملين الذين ثبت تورطهم في الغش في الامتحان أو التواطؤ في الغش. كف اليد هو يعني ريثما يتم التحويل إلى القضاء المختص وستتخذ الإجراءات الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه بتلويث كما ذكرت سمعة الشهادة السورية وسمعة بلدنا الحبيب. نعم، بدي أشكرك يا أستاذ محمد صفية رئيس دائرة الامتحانات في دمشق، يعطيك ألف عافية. كل الشكر لكم على إتاحة هذه الفرصة، وأتمنى أن تتوقف هذه الحالات وأن تسير امتحاناتنا كما عهدناها بنزاهة وبمصداقية وبحيادية. شكرا يا أستاذ، شكرا. مثل ما سمعنا من الأستاذ محمد أنه هاي السنة الوزارة ما اعتمدت على أسلوب قطع الإنترنت والاتصالات، لأنه الواجب يعني نحن ما نجي نعالج المشكلة بمشكلة نقطع اتصالات عن بلد كامل، الواجب هي نحاسب هدول الفاسدين إن كانوا من جوا القاعات أو من برا القاعات. وكمان خبرنا الأستاذ محمد أنه هاي السنة عم يكون في تجديد على عقوبة أنه الطالب يفوتوا مع موبايله، يعني حتى لو كان الموبايل مطفي رح يكون في حرمان لمدة سنتين، وإذا كان متصل بشبكة أو متصل بسماعة أو بحدا ناطره برا وعم ينقل الحكي، فهون رح ينحال الطالب للقضاء. ما بعرف يعني ضل معلق بمخي موضوع انه طالب يفوت بدل طالب، هي السماعة بالسوابة انا كثير منيح. بالاخير نتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلاب ان كانوا شهادة البكالوريا او شهادة التاسع، وكل الشكر للجهود المبذولة من قبل وزارة التربية. عيد الاضحى صار على الابواب، وبهالمناسبة اسمعوا لي هالخبر. كيلو هبرة الخروف مع دهنة 140 الف ليرة، كيلو الهبرة الخالية من اللحمة 85 ألف ليرة. متمني وأنا عم أحكي هالجمل يجي حدا يفيقني ويقول لي كنت عم تكوبس، ولكن للأسف هذا اليوم الواقع. فأكد رئيس جمعية اللحامين أدمون قطيش أنه أسعار اللحوم مرتفعة جداً وأصبحت غير منطقية وخارج قدرة أي شخص على شرائها، وحتى لو بالأحياء الراقية. وكان صرح كمان سابقاً السيد قطيش بشهر واحد ببداية هالسنة أنه رح يكون في ارتفاع دائم بأسعار اللحمة طالما الارتفاع مستمر بالنسبة للأعلاف والمحروقات. وكالعادة لم نتدارك المصيبة قبل وقوعها وتهيئت كل الأسباب لحتى نوصل اليوم لفكرة أنه راتب الموظف بيوازي كيلو لحمة. وصل الارتفاع باللحمة الحمراء ل 50% من بداية هالسنة لليوم. المشكلة بصراحة مو بقيمة اللحمة، المشكلة بقيمة الراتب والعامل، بقيمة الفلاح وقيمة التعب والجهد، بقيمة الوقت. يعني تخيلوا شهر كامل بوازي كيلو لحمة. وبما أنه نحن بلد التناقضات، في قانون موجود بكل الكرة الأرضية بيقول كل شيء بيقل عليه الطلب أو بيخف عليه الطلب بينزل سعره، ولكن هالشيء إلا عنا نحن. قل الطلب إن عدم الطلب، إن فقد الطلب، الأسعار دائماً لفوق. دورية الرفع لهالأسبوع وصلت الألبان والأجبان، لكن معقول يرتفع كل شيء إلا هنن؟ طيب الألبان والأجبان بشو قصروا معنا لحتى رفقاتهم يحلقوا بالأسعار وهن يضلوا مثل ما هنن؟ لو يا سيدي كمان عم يعملوا دراسة لرفع السعر. رئيس جمعية الألبان والأجبان قال إنه في دراسة لرفع الأسعار، والزيادة رح تكون مرتبطة بما ستكون عليه أسعار الحليب خلال الأسبوع القادم.
حاسس أنه الحليب سعر صرف أو نشرة من المركزي، ولا لتكون الأبقار سافرت يعني وصارت كمان تتعامل بالدولار. يا جماعة الخير شوفي، غيرانين من بعض يعني وعم تتسابقوا مين بده يرفع الأسعار أكثر، ولا الرفع صار بالعدوى وباء وحل علينا؟ بصراحة مرضى من كتير الرفع، والله لو قاعدين على بنك ما بتعملوا فينا غير هيك. نسيانين أنه أغلب المواطنين هن عمال وفلاحين ومتقاعدين وطلاب وأرامل شهداء، هدول العالم والموظفين رواتبهم تسوى اليوم تخيلوا فقط كيلو لحمة. مين فهمكم أنه نحن مقسمين طبقات أرستقراطية وعم ندفن جراد الذهب تحت الأرض؟ طيب أنتم ما عم تسألوا حالكم العالم من وين بدها تعيش؟ بس بدي أعرف شو هو الشيء اللي لسه ما رفعتوه. وعلى كل بلا هالكالسيوم سيد راسي، لو آخر شيء شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك أعباء طفيفة رح تقدر تتحملها، عبء طفيف من هون، عبء طفيف من هون، بتوصل لأول أسبوع من الشهر وانت مكسور. الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية، هي عقوبة الموظف الحكومي يلي بترك شغله قبل قبول الاستقالة من الجهة المختصة. 400 موظف استقال فقط بمحافظة السويداء، و300 بمحافظة القنيطرة، وتم تقديم أكثر من 500 طلب استقالة باللاذقية. القطاع العام كما وصفه الخبير بالإدارة العامة عبد الرحمن تيشوري وصل للإفلاس الإداري، طبعاً هالشي نتيجة ضعف الأجور والفساد. دائماً كنا نسمع أن وظيفة الدولة أحسن من 100 وظيفة خاصة، يعني على قليلة في تأمين وفي راتب تقاعدي، ولكن اليوم فعلاً الوضع صعب وكتير ناس بدها تستقيل لحتى تسافر. قصة الراتب هي اليوم مشكلة حقيقية، يعني يمكن الراتب ما عم يكفي أجار مواصلات للموظف، ولكن هل الوضع رح يضل هيك؟ أكيد لا. فمن يومين صرح رئيس الحكومة حسين عرنوس عن إعداد دراسة متكاملة لتحسين واقع الرواتب والأجور، وأنه هالدراسة بمراحل الأخيرة. هذا الحكي بدل أنه زيادة الرواتب قادمة إن شاء الله أكيد. كتير تعليقات على موضوع الاستقالة علقت وقالت على السوشيال ميديا أنه الموظف يلي بده يستقيل خلص اتركوه يروح ويستقيل، فهذا الموظف حتى لو ضل ما رح يعطي من قلبه. يعني بالمقابل في كتير خريجين جدد، إن كان شباب وصبايا، ممكن يكونوا دم جديد لأي مؤسسة ممكن هنن يتوظفوا فيها. بتعرفوا أنه اللي بيسوق سيارة بسوريا لازم نعطيه جائزة نوبل؟ يعني مو معقول بعد هالمجهود ما يطلع له جائزة. ما بيخلق أي شارع أو طريق بالبلد من مطبات، ولما يقرب سائق السيارة منها تلقائياً بيحط رجله على الفرام، وكل ما يمرق من الشارع بيحفظ مواقع مطباته ويبرمج حاله تلقائياً بلا تفكير على التهدئة. واللي بيغفل عن مطبات الطريق أو ما بيعرفها من قبل رح يأكلها، ورح يتعرض هو وسيارته للأذى، وأكيد رح يكون عنده دورة تاني يوم عند شي دوزنجي. ونحن صار عنا فنون باجتياز المطبات، في مطب تطلع فيه هيك بتقول هذا المطب لازم اطلع عليه بسرعة، مطب تاني تقول لا هذا بنطلع عليه على هدا، في مطب تمرق عليه بالعرض، ولكن في مطب آخر هو يصنف بالخنادق، هذا بدك دعوة أبوك وأمك لحتى تطلع منه. أما الجوار يلي بالطريق، فقد ما كنت أنت ذكي ومتمرس وحافظ الطريق رح تاكل مقلب وتنزل بشي جورة منهم، أكيد رح يباغتك شي مطب جديد ما كنت أنت بتعرفه قبل. أما بالنسبة لجملة القيادة فن وذوق وأخلاق فحدث ولا حرج، سيارات مفيمة، سيارات بلا نمر، يعني إذا أنت مفيم بالليل وما عم تشوف أنا شو ذنبي لحتى تفتح لي الضوء العالي وتعميني، وفجأة بتلاقي وراك في معركة وزمور ضابطة وطحش وعالي واطي بالضوء، بتقول أنت يا لطيف أكيد في حرب وراي قايمة، تتفاجأ لما تعطي طريق بطفل بده يدوب لك، يمكن تأخر على لعبة الشدة أو على نفس الأرجيلة، وأنت بالتزامك بالطريق وأنك أنت ماشي وملتزم عم تعطله. هالشوارع للأمانة صايرة بتشبهنا، بتشبه أحلامنا يلي عم نتفركش فيها، بتشبه عمرنا يلي عم يهتري كل ما مشينا خطوة لقدام، بتشبه المطبات يلي بتحطولنا ياها ونحن عم نبزق الدم لحتى نطلع الليرة، بتشبه التجعيدات يلي عوش زلمة عمره 70 سنة ولسه عم يركض اليوم ورا باص نقل داخلي.
مو معقول لا في لا كهرباء ولا مازوت ولا مي ولا غاز ولا بنزين وأسعار شاعلة مثل النار. مو معقول كل هدول وتكون الشوارع كمان مرتبة. لا والله، هاي الشوارع فعلا هي مراية لواقعنا. الفيمة ممنوع مو بس على السيارات، ممنوع على العالم كمان. فانتشر خبر على السوشيال ميديا انه بيع النظارات الشمسية ممنوع لانه رفاهية. وفعلا اذا اليوم تنزلوا وبتلفوا السوق كلياته ما رح تلاقوا نظارات شمسية مستوردة نوع جيد. وهون بقى بلشت الأسئلة من الكثيرين، يا ترى هل صناع هالقرار متقاتلين مع الشمس يعني؟ طيب معقول صاحب هالقرار كمان يكون من محبي الشتاء؟ بصراحة ممكن الموضوع يكون إشاعة وبوستات فقط هي متداولة بهدف الاستهزاء. ولكن لكون معكم صريح، ونحن عم نعد هاي الحلقة خفنا بصراحة إنه يكون ممنوع لبس النظارات كمان، لأنه بعد هالقرارات اللي عم نسمعها ما بقى نستغرب شيء منهم أبداً. وقعدنا ندور على تصريح رسمي يفسر لنا أنه ليش بيع النظارات الشمسية وليش أصلاً النظارات هي اليوم عم تكون من الرفاهيات، ولكن صراحةً ما لقينا ولا تصريح، لك حتى تفسير علمي ما لقينا، لأنه بالعكس النظارات بتحمي من أشعة الشمس فوق البنفسجية، يعني طبياً هي منيحة للعين. بيني وبينكم أنا كمان إيدي على قلبي تحطون لنا غرامة أنه يصير بدنا رخصة ارتداء نظارة أو ضريبة ورفاهية وجمركة على لبس النظارة، أو حتى نصير أنه يطلب منا نسبة أنه هالنظارة عنا قديمة، أنه عنا إياها نحن من زمان. يا خوفي كمان ينكتب شي مخالفة باللي عم يلبسوا نظارات بتهمة حجب الشمس. كالعادة ومثل كل سنة بلشت الجروبات السياحية اللي عم تكون المتنفس الوحيد بقلب البلد تنزل على السوشيال ميديا عروضاتها، وأكيد أغلب الناس ما بتقدر تطلع لأنه أقل رحلة بتبلش من 80,000. تخيلوا 80,000، والشي بسبب ارتفاع أسعار البنزين والمازوت وأيضاً ارتفاع أسعار المنشآت السياحية والغرف يلي ما بتتناسب أبداً مع الواقع اللي احنا عايشينه. لا يصدر تعميم من قبل وزارة السياحة بقمع هي الظاهرة ومنعها. فبحسب مديرية سياحة دمشق الجروبات ممنوعة ضمن مواقع العمل السياحي، وفي حال كانت خارج مواقع العمل السياحي يتم منحها موافقة من السياحة حتى لو كانت ليوم واحد فقط، حتى يعني مثل ما فسروا أنه حتى لا يتعرض من يقوم بذلك للمساءلة. إذا كان هذا القرار بهدف تنظيم الرحلات وسلامة المسافرين فنحن أكيد من أيده، أما إذا كان فقط للعرقلة ودفع رسوم وغرامات مشان شقفة ورقة فهو أكيد غير منطقي. يعني شلون بدنا نشجع السياح يجوا على بلدنا إذا نحن بدنا موافقة لحتى نعمل سياحة ببلدنا؟ الجروبات السياحية ما انعملت للأثرياء، لأنه الأثرياء ببساطة بيقدروا أنه يروحوا ينزلوا بأحسن الأوتيلات الفخمة ويحجزوا ويسافروا برا البلد كمان إذا بدهم. هاي الجروبات انعملت لستات البيوت، للموظفين المعترين، للناس اللي ما معها مصاري تطلع كل يوم على مطعم، انعملت للناس البسيطة لحتى يقدروا يطلعوا كل فترة ويشموا هواء نظيف بقلب البلد. فرجاءً بدل ما نحاربهم خلونا ننظمهم ونساعدهم ونسهل أمورهم. لما عم نكون بحاجة تياب، أغراض، عطر، نظارات وما في بالسوق، عم يكون التواصي على الإنترنت هو الحل. وقت بدنا نشتري موبايل بلا جمركة وبسعر الشركة الأصلي كمان عم يكون التواصي على الإنترنت هو الحل. لما نلاقي دواء مقطوع ومضطرين عليه كمان التواصي الحل. وأكيد يلي بيخلي البعض يشتري أدوية من على النت هو عدم توافرها بالأساس بالصيدليات، أو توافرها ولكن بأسعار خيالية. السيد حسن ديروان رئيس فرع نقابة الصيادلة بدمشق قال إنه النقابات تعمل على ضبط ظاهرة صيدليات الفيسبوك، يعني ما بتسمع إلا فلانة لقت دواء تنحيف ونزلت عليه 15 كيلو، ويبلشوا بقى هالبنات على الجروبات يطلبوا منه على الأونلاين، يعني بغض النظر إذا كان هالدواء مناسب غير مناسب، طبي غير طبي، خلص بدها تنحف مثل ما نحفت جارتها. شي كمان بتلاقي بنت أخذت متمم وهذا المتمم تحسنوا رموشة عليه وأظافره، فيلا كلياتنا نطلب من هالمتمم بغض النظر عن مصدره أو عن أي معلومات عنه. أحياناً عم ننسى أنه في شيء اسمه طب تغذية،
ودراسة لسنوات طويلة، وإنه في شيء اسمه ناس دارسة صيدلة لسنين طويلة، هدول الناس هن الأصح لحتى يعطوا الدواء المناسب. بيجي لك شخص فاتح صفحة على الفيسبوك بيبيع فيها تياب ورموش وطوائقش، وما عنده أي خبرة بالأدوية وطريقة شحنها وتخزينها، تلاقي جايب هالأدوية على النت وعم يبيعها، ولحقوا بقى حالات تسمم وتحسس ومشاكل صحية. من فترة سمعنا عن شابين إخوات باللاتقية للأسف، وحكينا كيف توفوا بسبب علبة بروتين الله يرحمهم كانت هاي العلبة مضروبة. واليوم عم نسمع عن حالات تسمم وتحسس وأعراض عم تصيب كتير أشخاص يمكن يكون سببها صيدليات الفيسبوك. الدكتور حسن ديروان طالب بفتح الاستيراد لأنه هذا الشيء بيحد من التهريب وبينزل الأسعار، وهيك تدخل الأدوية الأجنبية والمتممات بطريقة نظامية بدل ما عم تتهرب، وبتكون الأنواع متوفرة، المتوفرة بالسوق بتكون معروفة المصدر وتحت رقابة وزارة الصحة. نتمنى طبعاً هذا التصريح يكون قيد التنفيذ قريباً لحتى ما بقى نشوف هالصيدليات وهالمحال التجارية يلي عم تفتح على الفيسبوك. بتول شريباتي زوجة وأم لثلاثة أطفال بصحة جيدة وما بتعاني من أي أمراض، حامل وضغطها طالع بشكل عادي. زارتها دكتورة بمحلها بما أنه هي بتشتغل كوافيرة، وبلشت توهمها أنه وشك منتفخ لازم تتعالجي، وتخيلوا بقى حساسية المرأة لهيك تعليقات. راحت بتول تاني يوم زارت هالدكتورة لتخبرها الدكتورة أنه هي لازم تأخذ إبرة، هالإبرة اسمها ألبومين. أول شيء المشفى رفض أنه يعطيها الإبرة لبتول وطالبوا بوصفة طبية. لتتصل الدكتورة بالمشفى وتقول أعطوها الدواء وعلى مسؤوليتي، وهون بلشت رحلة النهاية. أخذت بتول الإبرة وبعدها صابتها اختلاطات، والدكتورة كل ما يتصلوا فيها ترد بقلب بارد وتقلهم لا تخافوا ما فيها شيء، الأمر طبيعي. لحد ما صار مع بتول تمزق بالرحم واضطرت أنه تولد. جابت بنت أخذوها على الحاضنة وتركوا الأم عم تنزف نص ساعة لحالها لحتى تشرف وأخيراً الدكتورة وتفوتها لبتول على العمليات لمدة 4 ساعات ونصف. انضم الله بهالعملية دكتورين، يعني فيكن تقولوا بتول صارت حق التجارب، والنتيجة أنه للأسف بتول فقدت حياتها والطفلة كمان فقدت حياتها. لقوها بكيس نايلون للبنت الصغيرة حاطينها بالبراد بدون حتى ما يخبروا أبوها وبدون كمان ما يلبسوها. تعاملوا معها للبنت الصغيرة بمنتهى القسوة، وهي عمرها كمان يعني هالبنت أقل من ساعات. تخيلوا أنه كمان بتقرير الوفاة مكتوب السبب هو توقف القلب والتنفس، والسبب مثل ما هو واضح للجميع خطأ طبي جديد عم ينضاف لجملة الأخطاء السابقة. مشافينا تحولت لمسالخ بشرية، بشكل أسبوعي عم نسمع بالأخطاء الطبية والنعوات لشباب وصبايا وأمهات وآباء، بس ليش ما عم نسمع بالجهة المقابلة بالمحاسبة؟ يعني إذا في إهمال طبي أو خطأ طبي بأي دولة بالعالم بيروحوا بيدفعوا للأهل تعويضات بالملايين وبتستنفر التحقيقات. ونعم الوفيات والأخطاء الطبية بتصير بكل العالم وما حدا معصوم، ولكن بنسب محددة. ما أقول عنا كل كم يوم وفاة نتيجة استهتار بالإنسانية والقانون؟ فهل رح يكون في قوانين صارمة تحمي الأرواح وتحافظ على ما تبقى من سمعة المشافي اللي كانت من زمان ينضرب فيها المثل؟ لكل مصلحة في شيخ كار، حتى النباشين والمتسولين عندهم شيخ كار مثل الطاعون تماماً. ولأنه البلد فعلاً على صفيح ساخن، اليوم كترانين للأسف النباشين والمتسولين، وصاروا عم يطلعوا قبل غياب الشمس وعلناً. الظاهر أنه المشغلينهم عم يسترزقوا تمام وعم يطلعوا أرباح ممتازة من البلاستيك والكرتون والألمنيوم. النباشين هن أغلبهم أطفال، هدول الأطفال بدل ما يكونوا عايشين مثل أولاد جيلهم وعم يروحوا على المدرسة بتلاقيهم دايرين بين الحاويات ومكبات النفايات. بعض الآراء عم تقول طيب من وين هالعالم بدها تعيش؟ حلوا مشكلة الفقر بالأول. يا جماعة هدول أطفال بيكون ما بيعرف هالطفل يحكي بينزلوه لحتى يتسول، بيعلموه يمد إيده قبل ما يعلموه الحرف، بتشوفهم على الإشارات حوالين المطاعم بالأسواق
بتشوفهم بالبرد والثلج والمطر موجودين ومنظمين، وعندهم حدا، هذا الحدا بيلم لهم الغله كل اخر الليل، وبيتركهم اطفال عم يواجهوا الشارع والاستغلال والانتهاكات الجسديه والضرب والاهانه، وانتم تخيلوا الباقي. جيل كامل عم يربى هيك. مجالس البلديات والمحافظه عم بيقولوا انه نحن ما لنا علاقه الا بعمال النظافه. وزارة الشؤون الاجتماعية عم تقول ليس لنا علاقة بالنباشين، مهمتنا المتسولين فقط. إذن مين المسؤول عن ردع عمالة الأطفال طالما أنه هي ممنوعة بالقانون؟ رح ينضم لي عبر الهاتف المهندس عماد العلي، مدير نظافة دمشق. أستاذ عماد يعطيك العافية. يعطيك العافية لك أستاذ المستمع. عم نحكي أستاذ عن موضوع النباشين وعمالة الأطفال. النباشين عم نشوفهم اليوم بشكل متزايد بالطرقات، ونحن كنا بالعادة نشوفهم فقط مساء، اليوم عم نشوفهم صبح ظهر مساء. أستاذ عماد، هدول النباشين مين اليوم اللي مسؤول عنهم؟ أو مين مسؤول عن ردع هي الظاهرة إذا فينا نقول؟ طبعاً ردع هي الظاهرة مسؤولية مشتركة بين معاقبة دمشق ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. هي يعني مشترك المهمه في قمع هؤلاء النباشين. طبعا نحن في محافظه دمشق بموازاه قسم شرطه المحافظه يوميا في عندنا حمله على موضوع النباشين، عم نصادر السيارات، عم نصادر ادوات الصغيره اللي معهم، سواء الشاحنات الصغيره، سواء العربيات الصغيره او الدراجات الهوائيه، وعم ننظم فيها ضبوطه ومباشره عم نقوم بحجز عن طريق قيادة الشرطه. فهذا الموضوع متابع بالنسبه لنا، وفي عندنا نحن كمان كثير يعني اليات محجوزه بالنسبه لهم. ولكن انت بتعرف يعني مع تسكير شوي المدارس يعني ممكن ظهر تزيد شوي، ولكن هي العمليه مشتركه يعني بدها المتابعه سواء من المحافظه نحن كمديريه النظافه المعنيين والمديريات يعني المعنيين، بالاضافه الى مثل ما ذكرت لك وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل باعتبار في عماله اطفال، اضافه الى وزاره. نعم، ولكن استاذ عماد نحن حاولنا نتواصل مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل صدقا، ولكن هي نفت انه يكون لها علاقه بموضوع النباشين، قالت هي مو شغلنا. عماله اطفال، هي وجود عماله اطفال. نعم. هي عماله اطفال، هي يعني بالنهايه بتعرف انت عماله الاطفال من اختصاص وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. نعم. يعني نحن ما بنهرب من مسؤولياتنا، قلت لك كلنا نحن نشتغل سوا، بالإضافة حتى للإعلام، يعني الإعلام كمان موضوع التدخين، يعني كلنا عبارة عن مسؤولية مشتركة. عملية الأطفال هي عملية خطيرة جدا. نعم صحيح صحيح. أستاذ عماد، اليوم كثير عم نشوف إن كان نباشين ولا متسولين، بس يشوفوا شرطي أو يشوفوا حدا جاي عليهم بيخافوا وبيهربوا. لهون يجي السؤال، هن كيف يتم التعامل معهم لما مثلا هن حدا من المحافظة أو من وزارة الداخلية يلقطون؟ كيف عم يتم التعامل معهم حتى نعم يخافوا؟ مباشرة بس يتم لقطة، يتم تنظيم الضبط اللازم، عرضنا على النائب العام على القضاء، يعني الله يصف الموضوع بإيد القضاء. نحن الإجراء القانوني اللي بناخذه بالنسبة للباشين أو حتى اللي بيشتغلوا بالتسول بيتم عرضهم على القضاء. نعم. وفق النصوص القانونية المعتمدة. نعم، نتمنى يا أستاذ عماد، أول شيء يعطيكم ألف عافية، أنتم أكيد ما عم تقصروا، نتمنى الاستمرار بمتابعة هاي القصة. أكيد أكيد، نحن هذا عبء إضافي لأعمالنا المختلفة طبعاً. نعم أكيد نعم. أكيد بالنسبة لنا موضوع النباشين، بتعرف أنت العبث في الحوايا بيزيد عبء على العمل النظافي، ولكن نحن وفق الإمكانيات اللي عندنا نحن عم نقوم بدورنا يومياً. في عندنا دوريات بموازاة قسم شرطة المحافظة، جولات المدينة، وإذا يمكن تاخذ أرقام يعني كنا حاجزين فوق 70-80 سيارة نحن وقيادة الشرطة وفرع المرور، بالإضافة قلت لك إلى الدراجات ذات 3 إطارات. نعم. الدراجات الهوائية لحتى العربيات، يعني صار في عندنا تقريبا 130 عرباية، يعني أحيانا صرنا إذا معه المادة نقوم بمصادرتها، فبالتالي نحن كمحافظة عم نقوم بالإجراء تبعنا، وبتوقع بالمدينة كثير قدرنا كبحنا هي الظاهرة. ولكن بتعرف انت يعني انه عمليا هلا صار في تسكير المدارس، صار في شغله ممكن يكون انه صار وحركه. نعم نعم. الله يعطيكم الف عافيه، بدي اتشكر كثير، يعطيك الف عافيه استاذ عماد العلي، مدير النظافه في محافظه دمشق. شكرا لك استاذ. شكرا كثير لك، وانا حابب هلا استغل
هاي المناسبة وتوجه بالشكر لكل عامل نظافة موجود بكل محافظة وكل مدينة سورية اللي عم يكونوا تحت الشمس تحت المطر، يعني عم يكونوا متواجدين بالليل وبالنهار. يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله تسلم إيديكم، وإن شاء الله إن شاء الله هيك يا رب نلاقي كمان حل لموضوع النباشين اللي كلها هلأ مع الأستاذ عماد العلي عم يقول أنه دائما المحافظة بالتعاون مع وزارة الشؤون ووزارة الداخلية عم يكون في عمل يومي لمكافحة النباشين. يعني احنا بنتمنى لما نشوف طفل بدل ما ينبش بالزبالة نتمنى نشوفه مثله مثل أولاد جيله حامل شنتاي ورايح على المدرسة. نحن نزلنا كاميرا من كل مكان على الطريق وقدرنا نحصل للأسف على بعض المقاطع يلي هلأ بس تشوفوها رح تعرفوا احنا عن شو كنا عم نحكي. خلينا نشوف هذا الفيديو. ضحايا أم أطفال أزمة؟ أي بقعة من الأرض هذه؟ وماذا حدث هنا؟ أي تعويدة، أي غضب حل على هذه الأرض حتى تحول أطفالها لفاقدي رعاية، لمتسولين ونباشين، لباعة يصارعون لهيب الليرة ونار الحياة ويفاصلون الوقت على الغلة. شو اسمك انت؟ علي. أدي عمره؟ ما بعرف. الله يرزقك. كل يوم تجي لهون؟ ايه. انت صاحب البسطة. ايه. كيف تشغل الأيام؟ منيح. خذ على الكراسي الأيام؟ منيح. تمام، قد حق الكيلو؟ 10,000. دعم يعطيك باليوم أبوك؟ ما باخذ أنا. ما بتاخذ مصاري؟ شو اسمه؟ على البهارات. على البهارات؟ كيف شغل البهارات الأيام؟ منيح. تمام، بمدرسة أنت؟ ايه. أي صف؟ ثالث. شاطر؟ 3 زائد 3؟ 6. مين كمان في؟ بلايا. كلهم هيك من عمركم؟ ايه. تشتغل انت عمر؟ ما أبي. بشو؟ خردة. بالخردة؟ الله يعطيك العافية. كيف الشغل؟ منيح. انت رفيقه لعلي؟ لك انا اخوه. اخوه؟ دي عمرك انت؟ عمري 12. 12؟ خلصنا مدرسة. انت بتوع المدرسة يعني؟ ايه. برافو عليك. اي صف صرت؟ صرت هلا خامس، جيت للخامس، لازم اكون سادس، تأخرت سنة. شاطر؟ ايه. 5 × 5؟ 25. والله عم بشتغل بسوق الخضرة. والله بيع خيار وبندورة وفليفلة و... يعني شو عمرك انت؟ عمري 12 سنة. الله يسلمك. مدرسة؟ ايه والله. لأني ما درست بدي اصف سادس. خيار وبندورة وبيت نجار. الحمد لله. تارك المدرسة ولا استاذك بالمدرسة؟ استاذني بالمدرسة. قد ايه يوميتك؟ 10. خلصت من المدرسة. ايمتى خلصت؟ من شيكا 10 ايام. اي صف انت؟ صف سابع. ايه عم تطلع باليوم؟ 30. برافو. شو بتساوي فيه؟ بعطيهم يا اهلي. عمرك انت؟ 11. ليش تارك المدرسه؟ ما حلمي. علي زعلان. باليوم 10,000. باليوم 10,000. وين اهلك؟ بدوما. بدوما؟ تنزل لحالك ولا مع اهلك؟ مع ابي. تركت المدرسه ولا لساتك فيها؟ لا لساتني فيها. برافو. اي صف؟ الصف الرابع. نجحت على الخامس. انت اي صف؟ ثالث. تارك المدرسة ولا لساتك فيها؟ لا لساتي فيها. برافو. يعني تجي انت بالصيف تشتغل مع اهلها؟ بشتغل هون. ايه. شو عم تسوي بالسوق؟ عم نشتغل هون. شو عم تشتغل؟ خيار وبندورة. وين اهلك؟ اهلي بالبسطة. شو قال لك ابوك حتى نزلت معه الشغل؟ ما بيقول لي شيء، قال لي روح اشتغل اليوم. وانت قلت له ايه بنزل معه؟ شو عم تشتغل؟ على عرباية. كل يوم تشتغل عرباية؟ مين يقنعك تشتغل عرباية؟ أنا هيك بحب أشتغل، ساعد أبي وأمي. والله على الكازوز. الله يعطيك العافية. مين يقول لك تشتغل الشغلة؟ أنا هيك مني لحالي حبيت إنه أشتغل. وين أهلك؟ أهلي بالبيت ساكنين بمعربة. أنا من الساعة 7 للساعة 7. الساعة 7 الصبح للساعة 7 المساء. كل يوم؟ إيه. فريز وكراش وبطيخ. شو عمرك أنت؟ 7 سنين. 7 سنين بالمدرسة ولا لا؟ بالمدرسة. أنت عم تشتغل مع أبوك مع أهلها؟ شو اسمك أنت؟ لا لا اتركه يحكي. شو اسمك أنت؟ ياسر. كيفك ياسر؟ الحمد لله. ليش عينك ورمانة؟
عرفنا الدبور. شو؟ عرفنا دبور. شو بتشتغل انت هون؟ على العرباية. على العرباية؟ مثل هيك. انت اهلك قالوا لك تعال اشتغل هون؟ اه. اهلك اللي قالوا لك تعال اشتغل هون؟ ايه. 10. 10,000. وين بتروح فيهم؟ شو 10؟ وين؟ معطيه لامي. ويبقى السؤال، من المسؤول عن هؤلاء الأطفال؟ لكم أن تتخيلوا كيف تبدو ملامح الجيل القادم. طب يا بلدي يا كوفي يا بلدي.